أكد اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة الاستمرار بالإضراب لغاية بداية الأسبوع المقبل بما فيه نهار الاثنين، حيث ستحدد الخطوات المقبلة في الاجتماع الذي سيعقد الاثنين. جاء هذا القرار بعد اجتماع الاتحاد برئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي أبدى الإيجابية المطلوبة لتطبيق مفاعيل المساعدة الاستثنائية المالية وبدل النقل على مستخدمي وعمال المؤسسات العامة والمصالح المستقلة بما فيها الضمان الاجتماعي أسوة بالإدارات العامة. ورأى الاتحاد أن الإيجابية لا تكفي بحد ذاتها، وإنما تحتاج إلى قرارات تصدر عن المعنيين أو تعديلا للمرسوم أو مرسوم أو قرار آخر، مطالبا المعنيين بالعمل على إنجاز القرار المطلوب. بعد مطالبة الاتحاد العمالي العام بتصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى إلى 7 ملايين ليرة من أجل مواكبة غلاء المعيشة وارتفاع قيمة كافة الفواتير الشهرية، ما هو موقف القطاع الخاص من ذلك؟ وهل هو المسؤول الوحيد للتعويض على الموظفين عن ارتفاع الأسعار؟ للإضاءة على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد. أستاذ نبيل، مساء الخير. مساء الخير. هل اليوم يعني رفع الحد الأدنى للأجور أمر وارد، والرقم اللي حاطه الاتحاد العمالي 7 ملايين، شو موقفكم منه؟ حقيقة هو الموضوع مش رفع الحد الأدنى للأجور، هو المشكلة هو بالكترة الشرائية للموظفين والأجراء. نعم. ونحن لازم نعمل على تحسين هالكترة الشرائية، لأنه بتعرفي زيادة الأجور بمعزل عن الخطوات يعني الإصلاحية الأخرى بتؤدي إلى زيادة في ارتفاع الأسعار وزيادة بالتضخم. صح، تكبر الكتلة النقدية. إنه الموضوع هو بالمحافظة على القدرة الشرائية، وأكيد يعني هالشيء هذا ما بصير ب يعني بمعزل عن الخطوات الأخرى اللي لازم تتخذها الحكومة حتى تحسن الوضع الاقتصادي. بس القدر يعني رفع القدرة الشرائية بتتضمن كمان تصحيح الأجور، يمكن أعطاء البطاقة التمويلية يعني بالإضافة إلى ما هيدا اللي بدي أوصل له. نعم. إحدى الخطوات الأساسية هي بإصدار البطاقة التمويلية حتى تساعد العائلات حتى تقدر تتحمل الكلفة المرتفعة للسلع والخدمات. مش بس بمعزل يعني عن هالخطوة هيدي، ما فينا نقول نحن يعني رفع الأجور هو بحل المشكلة. أكيد بده يصير في تعديل للأجور، وعم بصير هالتعديل هيدا تلقائيا بمئات المؤسسات يلي عندها القدرة حتى يعني تعدل أجور موظفينا، وهذا شيء عم بصير وهذا واقع يعني عم نشوفه يعني يوميا بعد كثير بين المؤسسات. لكن إلزامية الزيادة رح تأثر بطريقة سلبية عدد من المؤسسات اللي هي وضعها متحسر أصلا. فنحن ما بدنا ندفع هالمؤسسات نحو الأقفال، بالعكس بدنا نساعدها حتى تطلع. يعني برأيك يعني نترك الموضوع تصحيح الأجور لكل مؤسسة يعني حسب وضعها وليس يعني بمرسوم؟ هذا الشيء اللي عم بصير هلا. نحن بنقول لازم يصير في تصحيح للأجور من ضمن سلة متكاملة للوضع الاقتصادي يلي بتزيد الإنتاجية وبتعمل استقرار بسعر الصرف، بصير في توحيد لسعر الصرف. يعني عم بحكي عن بعض الخطوات لازم تتخذ. نعم. مواكبة لتصحيح الأجور، وإلا بكون تصحيح الأجور فارغ يعني من مضمونه، بكون تأثيره تضخمي أكثر ما هو بيساعد الأجراء والموظفين حتى يزيدوا قدرتهم الشرائية. صحيح. نائب رئيس غرفة بيروت، شكرا نبيل فهد، شكرا لك على هذه المداخلة. أعلن مصرف لبنان أنه سيدعم دولار المشتقات النفطية أي البنزين والمازوت والغاز على سعر منصة صيرفة، على أن يقوم العميل بتسديد النسبة المطلوب تغطيتها نقدا بالليرة اللبنانية إلى المصرف المعني، ليقوم الأخير بإيداع هذه المبالغ أوراقا نقدية أي بنك نوتس في مصرف لبنان بغية تأمين العملات الأجنبية اللازمة لعملية الاستيراد. وفيما يخص المواد الأخرى أي القمح والأدوية والمستلزمات الطبية وحليب الرضع لغاية عمر السنة والمواد الطبية التي تدخل في صناعة الأدوية، فسيتم دعم استيرادها على سعر الصرف الرسمي أي 1500 ليرة.